عسلامة. عسلامة. كيفاش نجموا نصلحوا ظاهرة العنف اللي قاعدين نشوفوا فيها؟ والله تصليح كما نحن تو ظاهرة العنف في تونس ولات كبيرة ياسر، هي مش في تونس برك المحالة، في كل بلدان العالم موجودة كما نحن. أما صحيح في تونس تبدلنا على قبل، تبدلنا ما عادش كي قبل، قبل كنا كما نحن باش ما ثماش حكاية البراكاجات والكلام الزايد كما نحن وهالتعنيف كما نحن نتاع ناس باندية نمشيو نشدوا واحد نعطيوه تريحة نتحاماو فيه، فما ما كانتش عنا الحكاية هذه، توك ولات موجودة نشوفها بريس كل يوم. شنو هو اللي خلى معناها الظاهرة هذه تكثر برشا؟ والله تو باش نقولوا التسيب، ما نعرفش علاش تسيبنا تو ما تسيبناش قبل. هي مشكلة محالة، علاش تسيبنا تو؟ يمكن بتات شوية تسيبنا شوية الماء على البطيخ كيما نقولوا نحن. صحيح شباب أما الوعي راهو كيما نحن الوعي به ياسر. نوعيو وحتى باش نلوموا على الوالدين زاد كيما نحن الوالدين مساكن ديباسي توك ما عادش كيقبل ما عادش كي الشباب توك ولات ما عادش بريسك والديه ما عادش يحكموا فيه كيما نحن كيفاش تحبوا معناتها ما يعنفش واحد اخر سواء بدنيا ولا لفظيا كيما نحن يظهر لي انا هذاك ساعات نشوفوا عنف لفظي من غير سبب في الشارع. هي هذيك المشكله فين توك ما غير حتى سبب، نسمعوا كلام زايد ونسمعوا كيما نحن نسمعوا انا خرتها البارح ماشي في البياج يشعلوا لي في الضوء من تيري يشعلوا لي انت وانا مدوبل ويشعل لي في الضوء قلت له خويا استنى خلينا نتعد. وقت اللي خذيت وقتي باش ندوبل ايش يعمل؟ وقت اللي يدوبل علي يعمل لك يشد علي الفران ويزيد يسبني تو المره بهذي ويزيد يسبني من فوق. ما فهمتش حتى شنو هي الغلطه نتاعي اللي عملتها، ما فهمتش شنو هي الغلطه اللي عملتها. والله بقيت باهت وليت نرعش، بقيت باهت علاش شنو ايش عملت انا؟ خاطر دوبلت وعطلتك سكونتين كيفاش نعمل؟ معناها العبد ولا كل يوم يتعرض للسب معناها من غير سبب لازم باش يسمع؟ لا كل يوم برس كل يوم يمكن فانا ما نتعرضش سب تات كل يوم، اما كل يوم ثم واحد راه ولا 20 ولا 100 يتعرضوا للعنف اللفظي ولا البدني. كيفاش نعالجوها الظاهره هذه؟ والله المعالجه هي يظهر لي كيما نحن الحاكم هو اللي يزمو يخدم، هو اللي يزمو يفض الحكايه هذه، الحاكم هو اللي يزمو يفض الحكايه. تراش انه به مغلب العبيد معناها ولات عندهم الظاهره هذه من كثر التعاطي المخدرات؟ والله تعاطي المخدرات زاد هو ظاهره هذيك اللي يخليك تسب عبد معناها في الشارع والله انا نعيش في فرنسا نشوف في ناس يشربوا يستعملوا المخدرات اما ما يجيش يسب واحد هكاك جراتويتمون كيما نحن بلاش هكاك لازم ثم حاجه في عقل التونسي ما نعرفش اش يصير. أبار السب انه موجود معناها في البلايص الكل، شنو هو الحاجات المختلفة بين فرنسا وتونس؟ اللي أنت تشوفها؟ والله حاجات مختلفة ما نحبش نقارن زوز تكون فما حاجات باهية في تونس مش موجودة في فرنسا. تونس بلادي وما نحبش ما نحبش نظهر فيها كيما نحن برشا عيوب. فهمت؟ اما نقولوا ان شاء الله نوليو كيف احسن البلدان ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شنو الحاجات اللي عندنا في تونس في عندكم في فرنسا تحبها تولي موجوده في تونس؟ احترام القوانين يظهر لي اذا كان كل حد يحترم روحه ويحترم غيره ويحترم القوانين يظهر لي كل شيء يمشي كلمه وحده، كل شيء يمشي كزيت فوق الماء وحده. يظهر لي ما يجي شيء ما يصلح شيء وحده كيما نحن، اما يظهر لي كيما نحن الحاكم هو يلزم يردع شويه. يظهر شنو اللي يخليك انت معناها تمشي تعيش في فرنسا؟ والله انا مشيت عندي تو 20 عام تو 20 عام كيما نحن، والله ما كنتش حتى باش نقعد غاديك مشيت توريست كيما نحن وبعث لي المكتوب ولا المكتوب هذاك هو المكتوب وهذاك هو الشغل اللي قلت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوليو خير من فرنسا مش ان شاء الله ان شاء الله تونس تولي خير من فرنسا. كيفاش مشيت تعمل في فرنسا وكيفاش خرجت؟ والله انا خرجت المدام تاعي هي عرست نعيش هنا في تونس سكننا في تونس توحشت دارهم مشينا نعديو فاكونس قديت كونجي من الخدمه تاعي
هيك مشيت غاديك بقينا جمعتين، قالت لي المدام ايش بيك تعمل شوراق باش ما نبقاوش كل مره نعملوا في فيزا وتعمل في فيزا. قلت لها باهي عضى لي نمشي نعملوا نمشي نعمل وريقات شوي. غلطوا فيهم، غلطوا لي في الاسم، رجعنيهم. وانا وقتها جمعتين والكونجي وفاء والفلوس بدات توفى. قالت لي برا مشي قايد في الانتريم، كنا احنا عيطوا لكش خدمه ميسيون ولا حاجه. هي العشيه عيطوا لي، من وقتها ما بطلتش خدمه. هي توا عاد فهمك من احنا. وكنت ديما تجي لتونس ولا؟ نجي بريسك اذا كان مش مره مرتين ولا ثلاثة. شنو اللي اختلف من وقتها لتوا على تونس؟ تونس قبل كانت تونس اخرى. وي تونس اخرى برشا ناس ما يحبوهاش ترجع كيما قبل. اما لا ثم ثم هكا فما هكا اي ثم ناس ما تحبهاش ترجع كي قبل. ها وكنا مع شنيه مع شنيه، احنا كنا في خير ونعم. كنا نروحوا ماضي ساعتين ماضي ثلاثه نتاع اللي نساء تروح وحدها ما يمسهم حد وما يكلمهم حد. تويكا ما عادش عندنا كل ولا عندنا برشا خوف برشا فهم. حتى العباد ولات تخاف من بعضها، ولات تخاف من بعضها. واحد يتعدى وراك تبدا تلفت ايش ينجم يعمل. ما عادش الثقه نقصت ياسر في بعض سورتو في البراكاجات مثلا. ما عادش معناها تقول هذاك راهو من شكله معناها يبان نتاع براكاج. توا حتى واحد يبدا نظيف وكل شيء وتتوقع منه حتى كوستاك خوات ينجم يبراكيك. توا ما عادش هي طريقه جديده، طريقه جديده ويظهر لي ناجحه زاد. فكنا احنا برشا عاملين عمايلهم بالمظهر كيما نحن. هو يعلم ربي ايش اما خير العيشه في فرنسا ولا في تونس؟ كل هو تنجم ترجع معناها تسكن في تونس ولا مالك؟ كيفاش انا نستنى وقتاش نكمل الخدمه ونرجع. هذاك العوده كان لهنا. نحن ما تحس روحك هكا تحس بالامان في بلادك اكثر؟ والله الامان كيما نحن نجموا نصنعوا لرواحنا الامان كي نحبوا تريف. كما نحن نجموا نصنعوا لرواحنا. اما واحد الله غالب ساعات واحد الدنيا والمجتمع يغلبوا كيما نحن. بالنسبه لك انت معناها كمقيم بالخارج تحس انه المعيشه غليت في تونس ولا؟ ياسر غليت، ياسر تبدلت. تو يمكن اللي عايش هنا يمكن ما يحسش بها خاطر تزيد له بال 200 بال 300. اما انا تو نبقى كل العام باريزونك ما نجيش نلقى حاجه. تو كيما باريزونك باكو دخان يظهر لي عامني ولا خذيته ب 5000 سنه ولا ب 7000 يعني في عام ديجا 2000 فرنك وزيدوا. رغم هذا هي الناس تشري في الدخان. لا تشري، هي الناس كل تشري. تو هاو نمشيو انا لي جروند سيرفاس حتى المعيشه غليت واحد والناس تشري. الناس تشري الناس ما عندها حتى حل اخر. ما عندها حتى حل اخر، الناس ملزوزه يلزمها تشري. وان شاء الله ان شاء الله ربي يصلح في تونس وفي ناسها وفي قياداتها ان شاء الله. ان شاء الله.